العسل والمنتجات ومع دكتور محمود علي. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في هذه القناه الوليده. اتمنى ان شاء الله ان هي القناه تعجبكم. القناه هتهتم بصفه خاصه علوم تربيه النحل وعلوم الحياه المتعلقه بالمراحل الجامعيه وما قبل الجامعيه، وان شاء الله تهتم كمان بمهنه تربيه النحل لمربي النحل والمهتمين بمشاريع النحل الصغيره والكبيره بصفه عامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إن النحل نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النحل العسل طبعا يعني فيه كثير من العبر، فهذه العبر هنتناولها إن شاء الله في مشاركاتنا أو في فيديوهاتنا أو المحاضرات إن شاء الله اللي هننزلها واللي هنهتم بيها. وزي ما اتفقنا القناة بتهتم بعلوم تربية النحل وعلوم الحياة بصفة خاصة لطلاب المرحلة الجامعية وما قبل الجامعية ومهنة تربية النحل بصفة عامة. هنتكلم إن شاء الله أو هننزل مجموعة من الفيديوهات سواء كانت اللي أنا عملتها بالفعل أو الفيديوهات الحديثة، هنتكلم عن مهنة تربية النحل ومراحل تربية النحل واحتياجات النحل مرورا بإنتاج منتجاته وأهمية منتجات النحل الغذائية والشفائية، إلى جانب زي ما اتفقنا يعني علوم، مش هنسى كمان علوم الحياة الأخرى. أتمنى إن القناة، هذه القناة على اليوتيوب وهي قناة نحل العسل ومنتجاته مع دكتور محمود علي، إنها تنال إعجابكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان الاشتراك والمتابعة. فأتمنى إن هي تنال إعجابكم يعني مشاهدة موفقة بحول الله تعالى. ونراكم على خير. معكم استاذ دكتور محمود عبد السميع محمد علي، استاذ الحشرات الاقتصاديه وتربيه نحل العسل قسم وقايه النبات كليه الزراعه جامعه عين شمس. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.